مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، ومرة أخرى مع هذا السيد اللي تقهر. وكنتمنى هذه المرة النداء ديالو فعلا يوصل للناس المسؤولين، حيت هذا السيد عطانا قال أنا تقهرت بالزنقة، تقهرت بالتشرد. هذا السيد عنده استفادة ديالو، عنده سكن ديالو، ولكن ما عرفش علاش السبب الرئيسي اللي منع الناس المسؤولين أنهم يعطيوه استفادة ديالو. دابا مشى عند القائد ديال الملحقة اللي كاينة في المدينة القديمة، بالضبط كاينة في باب مراكش، ما بغاش يعطيه استفادة ديالو، ما بغى يدير معاه والو. هاد السيد تقرب الزنقة، هاد السيد النداء الوحيد ديالو هو ياخذ السكن ديالو، ما يبقاش كيعيش هاد الحالة ديال التشرد. السلام عليكم اسيدي. السلام عليكم. شنو المشكل اللي عندك وشنو النداء ديالك؟ أنا الزموري مختار، شاكل في 103 زرق السور جديد، المدينة القديمة. الدار رابت وخرجنا. حتى كنت خارج الزنقة؟ وجب شي عامين ولا أكثر. عامين وأنت في الزنقة؟ كنعزل في الزنقة، مرة عند الناس، مرة في الزنقة. أييه، مرة عند نسابي، مرة الدراري كما شردوا. يعني اللي غيشدك اليوم راه ما يشدكش غدا. وهذا الشيء اللي كاين دابا، أنا لقيتو هنا في الزنقة، فين لقيتوني دابا؟ أنا في الزنقة، أنا كاين هنا في الزنقة. دابا هاد الناس أنا كنطلب منهم يعطوني المحل ديالي، سيدنا عاطينا يعطيني، علاش ما يعطونيش؟ هذا هو الهدف ديالي. اللي كنتي ساكن معاهم خداو السيفات. خداو. كاين اللي خدا وكاين اللي انا اللي بقيت، انا الوحيد اللي بقيت. علاش انت الوحيد اش ما نعرف اسيدي، ما فهمتش انا علاش هاد القصه هادي. وكيديوني يجيبوني حتى بلاتي سيروجيك، دابا كنعيط لهم في التليفون يقول لك واخا واخا كنمشي عندهم، كيقول لك تن من بعد. وهذا الشيء ما فهمتش ليه انايا. الله يهديهم لما هاد المسؤولين يعطوني القانون اللي عاطينا سيدنا، الله ينصر سيدنا. يعني دابا انت سيدي بغيتي غير السكن ديالي؟ انا باغي غير السكن ديالي انايا، وهاني ترانكي. الله يرحم ليهم الوالدين لما يوقفوا معايا. شحال في عمرك باقي مكرفص؟ انا عندي دابا 80 عام دابا تقريبا. يلا. سكنا بلا والو. بلا والو، ما كنت شفار كنخدم في المرسى. كون بغيت ندير الموبلات نديرهم، انا ماناش شفار. يعني انت سيدي بغيتي انا مربي باغي حقي، يعطوني حقي. الله يرحم ليهم الوالدين، افضل واحسن. راه غادي نخرج على شي واحد الصراحه هي هذه. دابا انت باغي السكن ديالك اسيدي، انت باغي السكن ديالي يعطيني السكن. لمن تبغي توجه النداء؟ النداء المسؤولين اللي عندهم مسؤوليه، اللي امرهم سيدنا باش يعطيونا خاصهم يعطيونا. صافي، هذا هو الهدف ديالي انا. واش انا مدير في الزناقي كنبات عند الناس؟ ما عييت انا. الله يهديهم علينا، الله يهديهم. انت سيدي عندك اسره، عندك وليدات؟ عندي وليدات، عندي كل واحد. جراو حتى هما مشاو، حتى هما كل شيء، راه كل واحد ترد في جهه. راه عندهم لي كارت ديالهم، عندهم الاوراق ديالهم، زايدين تم وكابرين تم، راه 60 عام وانا ساكن تمايا من نهار تبنات. دابا سيدي فاش جيتي عند القايد شنو كيقول لك؟ القايد المسؤول على المنطقة؟ القايد المسؤول اسيدي كان الاول كيقول لي حتى مشى جا واحد اخر. اش كيقول لك هذا تاهو؟ ايوا اسيدي كنمشي تما المقاطعة ما كنلقاه شيء هو نهائيا هذاك القايد. كنلقى غير المقدم قال لي سيدي سير دبر معاهم. مشيت عند المسؤولين قال لك اسيدي بعد ما نديروا لك سير تسنى. يعني ما بغاو يديروا معاك ما بغاو يديروا معايا والو. الله يرحم لكم الوالدين. دابا سيدي انت الهم الوحيد عندك في الدنيا هو السكنه ديالك. صافي، ها السكن ديالي، عطوني السكن ديالي كما عباد الله. علاش هذوك عطاهم وانا ما عطاونيش؟ علاش؟ اش درت؟ شنو السبب اللي ما عطاونيش انايا؟ علاش هذوك عطاوه؟ خمسه ولا سته الناس جيراني كلهم عطاوه، وانا علاش ما بغاوش يعطوني؟ الشيء اللي بغيت نعرف انا، ما فهمتش انا كيفاش القصه ديالي. الله يرحم لي الوالدين ما يعطوني السكن ديالي. من هاد المسؤولين اللي مسؤولين يعطوني السكن ديالي افضل واحسن. الله يجزيهم بخير. النداء الاخير ديالك اسيدي. النداء الاخير يعطوني السكن ديالي، الله يرحم بهم الوالدين. الرقم ديالك ديال التليفون؟ 06 52 49 60 78. سيدي قلت لي تقهرت بالزنقه، تقهرت بالبات في الزرقاء. هاتي دابا من عيطتي لقيتيني في الزنقه، فين لقيتيني؟ يلاه انا في الزنقه. الله يجزيهم بالخير لما يعطوني السكن ديالي، الله يرحم لهم الوالدين. مشاهدي قناة شوف تيفي، النداء ديالنا هنا كيبغينا يوصل للناس المسؤولين على المدينة القديمة، خاصة الملحقة اللي كاينة في باب مراكش. السيد ما طالب والو، طالب غير الحق ديالو، طالب السكن ديالو. السيد تقهر بالزنقة سنين وهو ساكن في المدينة القديمة 60 عام، باش في الأخر يخرج. الناس اللي معاه خداه هو اللي ما خداش، هاد الشيء كيألم صراحة. هاد السيد باغي دابا الحاجة الوحيدة هو حقه، تقول الاستفادة من حقي، بغيت الاستفادة ديالي. الرقم هو 06 52 49 60 78، هذا هو الرقم ديال هاد السيد. راه المهم يمشيو ل 103 زرقة السور الجديد، المدينة زنقة السور الجديد، ويشوفوا الدار، يطلعوا ويشوفوا واش كاين، شوفوا إذا كان صالحة نرجع ليها هنايا. هذا هو. الله يرحم الوالدين لما هاد المسؤولين يديروا معنا شي حاجة زوينة، الله يخليهم.
ان شاء الله سيدي، ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي يكون تاويل ديال الخير. وهنا مشاهدينا بقى لي الا نودعكم، تلقاو في بث مباشر اخر. بالسلامه عليكم. نشوفكم. الله يرحمك.